وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذة لطيفة عيسى البنوضة، الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم، ممثلة وزارة التربية كعضو في لجنة صياغة الخطة وحاليا عضو في المكتب التنفيذي لخطة بحريننا. مساء الخير أستاذة لطيفة، ومنذ أن بدأت كمبادرة واستمر عطاءكم في سنتها الأولى، ما هي أهم الإنجازات للسنة التأسيسية؟ مساء الخير. طبعا بادئ ديبيت طبعا أعبر عن خالص الاعتزاز والفخر بما تحقق من مبادرة بحريننا كمبادرة وطنية شاملة تشارك فيها كافة الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه التحديد منها وزارة التربية والتعليم من حجم المبادرات اللي طبعا نفذتها، فقد باستكمال خلينا نقول عام كامل من العمل الدؤوب في مجال تعزيز المواطنة والانتماء والاعتزاز ببحرين المستقبل، وأيضا الاعتزاز بقيادتنا الرشيدة وأرضنا وشعبنا وتاريخنا. ومصدر هذا الاعتزاز يأتي طبعا من خلال تنفيذ التوجيهات السامية لقيادة بلدنا العزيز من أجل وحدة هذا الوطن وتأصيل كيانه من خلال مختلف الوسائل، سواء كانت السياسية، الاجتماعية، الثقافية، التربوية بشكل خاص. ونحن كوزارة التربية والتعليم انطلاقا من هذه المبادرة ساهمت الوزارة وبشكل ملحوظ من مختلف المواقع. في بادئ الأمر يعني كنت تشرفت وطبعا بأن أكون عضوة في المكتب التنفيذي من بعد ما ساهمت في إعداد الخطة الوطنية. وكان في طبعا من خلالها وضعنا الأسس والقيم التربوية لهذه المبادرة اللي هي بحريننا، وقد تحقق في سبيل ذلك الكثير. خلال عام كامل أنجزنا طبعا إنجازات مشرفة وتضيف إلى وزارة التربية والتعليم خلينا نقول قفزة نوعية في الأداء من خلال تأطير برامج المواطنة، حيث كانت وزارة التربية والتعليم من فترة لديها عديد من المشاريع التربوية ذات العلاقة بالمجال المواطنة، ولكن من خلال هذه المبادرة أكدنا على أن ما هو على الورق يجب أن يكون في الميدان فعلا. عملنا جاهدين من أجل إعداد جيل بحريني يؤمن بوطنيته وبقيم العمل المنتج وتعزيز الثقافة من خلال الشراكة المجتمعية. فالطالب اليوم يجب أن يكون هو مواطن للقد، فمن خلال تطوير المناهج الدراسية، خلال عدد من خلينا نقول المبادرات، منها تطوير المناهج، مقررات التربية للمواطنة، برنامج خدمة المجتمع، المشاريع والأنشطة التربوية اللي تقوم فيها التربية الرياضية والكشفية، تطوير مقررات المواطنة وحقوق الإنسان، التوسع في برنامج المدرسة المعززة للمواطنة، تطوير مقررات الثقافة الشعبية، فعاليات ومعالم لها ارتباط بتاريخ وحضارة مملكتنا العزيزة البحرين. كل هذه طبعا جزء يسير مما تم تنفيذه، ولازلنا نعمل جاهدين من أجل طبعا تحقيق جميع المبادئ والمنطلقات اللي تركز عليها خلينا نقول هذه المبادرة. نعم، إذن الأستاذة لطيفة عيسى البنوضة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا.